اهلا بكل متابعي اليوم السابع، مساء الخير عليكم. نحن الان في بث مباشر جديد من امام ضريح الدكتور احمد خالد توفيق بمنطقه مقابر كحافه بمدينه طنطا بمحافظه الغربيه، واليوم يحل عيد ذكرى ميلاده 59 والذي توفي منذ عامان. يعني نحن الان امام الضريح الخاص به، ومعانا لقاء مع الدفان او مسؤول عن التراب هنا في المقابر في منطقة حافة طنطا. أهلا بك يا عم صالح اليوم اهلا السابع. بك يا سيدي، اهلا بكم. قول لنا بقى، يعني يا ريت تقول لنا يعني إيه اللي بيحصل هنا في أمام ضريح الدكتور أحمد خالد توفيق، ويعني والزيارات اللي بتجي له هنا عبارة عن إيه بالظبط، وكلمنا عن يعني لو نرجع بالذاكرة لورا نرجع عن يوم وفاته، كان المشهد بتاعه كان عامل إزاي؟ والله يوم وفاته كان جاي من اول جامع السلام، وهو جاي ما كانش فيه بني ادم، كان كلهم حاكين في بعض، وما كانش فيه عربيه ماشيه، لا عربيه ولا عجله ولا اي حاجه تنتقلق من الناس. كان مشهده فحل بصراحه بامانه ربنا. وخد بالك، ولحد ما جه المقابر هنا ما كانتش الناس عارفه تقف، كان كلهم بيشبوا على كتفة بعض علشان يشوفوا الجنازه. واخد بالك، وبعدين تمام. كل ناس، كل يوم كل يوم، مش كل اسبوع، كل يوم في ناس بتجيله، اللي من اسكندريه ومن مصر ومن اسوان ومن الصعيد، بيقولوا هنا كل يوم يومين على الله. يجي يقعدوا هنا يقروا له المعوذة الفاتحة، ويقروا القرآن، ويحطوا حاجات على الحيطان اللي هي حاجات له يعني. بس يعني بيشوف مثلا شباب وفتيات، ويعني بشوف مختلف شباب، الفئات العمرية تيجي هنا. طبعا طبعا بشوف شباب، وبشوف انسات كتير قوي قوي قوي، وفي ناس كبار في السن بيقولوا هنا، يعني الناس كبار السن بيقولوا هنا، يعني من جميع انحاء العالم بيقولوا هنا. والله طيب ما فيش بقى الزيارات هنا، يعني الزيارات للضريح هنا اوقات معينة بتيجي الناس هنا، ولا انت مثلا في اي وقت عارفين لا، مكانك بيجي هو ينده عليك؟ بيقولوا في الجماعة بتوع أهله بيقولوا نهار الجمعة، واخد بالك، أحيانا يوم الجمعة والخميس آخر النهار، وكل يوم على الله بقى ناس بتجيله هنا. ويوم الجمعة في ناس طلاب كتير وناس كبار في السن بيقولوا هنا يزوروا هنا. يعني شايفين الضريح بتاعه هنا يعني متزين بالشجر والورد والكلام ده كله. الطلبة حضرتك هم اللي جايبين الزرع ده كله وحاطينه له كده، الطلبة. تمام يا عم صالح. ماشي. يعني دي واحنا دلوقتي قدام، يعني قدام رسائل المحبين وعشاق الدكتور احمد خالد توفيق الموجودة على قبره بمنطقة مقابر وحافة بطنطا. يعني لو خلينا نقرا، لو يعني لو نقرا مثلا بعض الرسائل هنا، يعني في رسالة هنا يعني وضعتها فتاة اسمها إسراء، يعني قالت: وداعا أيها الغريب، كانت إقامتك ولكن كانت رائعة، عسى أن تجد جنتك التي فتشت عنها كثيرا. في رسالة تانية من طالبة برضو تقول: روحك الطيبة السلام، عساك وجدت الإجابات التي بحثت عنها طويلا، فأنا ما زلت أبحث. يعني برضو في رسالة تانية برضو بتقول: معلمي ورفيق خطوات حياتي، لسوف أخبر الأبدية والجميع بقوة أثرك وفضلك الجميل والطيب في حياتي، وسأكمل مسيرة الحياة بخطواتك التي علمتها لي. ما زلت أفتقدك رغم وحشة الموت الذي سرقك منا، ورحمة الله عليك وأسكنك في ساحة جناته، واللهم وألهم فؤادنا الصبر والسلوان دائما. دي برضو طالبة كانت يعني كتبت رسالة لرسالة الدكتور أحمد خالد توفيق. ورسالة تانية برضو مكتوبة: رحمك الله بقدر ما تمنيت لقائك. في رسالة تانية برضو ابنك زياد زيدان بيقول لك انك لك الف... إن... ان ليك فضل كبير عليا، وانك حببته في القراية، وانك اكتر كاتب حبيته، وكان يعني كان نفسه يشوفك بس الظروف لم تسمح. يعني في رسائل تانية برضو للدكتور احمد راحل الدكتور احمد خالد توفيق على ضريحه. بنحاول برضو نجيب السادة المشاهدين ان هم يشوفوها معانا. يعني ملايين من أربابه وجماهيره الذين اعتبروه بمثابة وصية صريحة منه يجب العمل بها وفاء له ولذكراه، قمنا بتنفيذها آملين أننا بذلك نرد ولو نقطة من بحر عطاء المديد الخالد لنا. نواسي أنفسنا جميعا وندعو الله مخلصين للفقيد الغالي بالرحمة والمغفرة والسلام وجنات النعيم. في رسالة تانية برضو بتقول: جعل الشباب يقرؤون وداعا الدكتور أحمد خالد توفيق، أتمنى من الله أن تكون مرتديا بدلتك الكحلي التي مش شايف القراءة، مش باينة قوي، التي تجعلك، مش باينة قوي القراءة. التي تجعلك. في برضو رسالة تانية
رحلت جسدا وبقيت فكرا، وسنورثك لأبنائنا ولسوف تظل خالدا. يعني دي يعني كانت أبرز الرسائل الموجودة هنا على ضريح الدكتور أحمد خالد توفيق رحمة الله عليه في مدينة طنطا، مسقط رأسه. يعني أيضا هناك صور مرسومة للطبيب الراحل، وتم وضعها على الضريح.